عربيتنا شغالين كلنا في شقة تعبان، كل دول زمايلنا شغالين في شقة تعبان. عدد العربيات النهارده معاكم قد ايه؟ عدد العربيات النهارده اتعدى 50 عربيه. احنا جينا لحد اللي فات ب 10 عربيات بس، لان ما حبيناش نوقف البلد عشان ما يقعدوش يقولوا عجله الانتاج والحجج اللي بيطلعوا لنا دي. تمام. النهارده الزماله ما قدرناش نحوش الناس، يعني احنا كنا هنحاول نجيب 15 عربيه او 20 عربيه، هم زادوا لوحدهم. تمام. وصلنا لاكثر من 50 عربيه. لحد بعد ما جينا كان في ناس بيجوا ورا مننا. مشكلتكم ايه النهارده؟ مشكلتنا ان احنا ممكن نقعد 20 30 سنه ندفع في حاجه اسمها تامين اجباري. التامين الاجباري ده انا لو ما دفعتوش المرور ما بيجددليش رخصه عربيتي. طبعا مش معقول في القرن ال 21 وتقول لي اجباري، ما فيش حاجه اسمها اجباري. التامين ده المفروض ان هو شيء ينفعني، شيء ينفعني انا، لكن انك تخليه اجباري عليا ده مش مفروض. بيبقى دي التامين الاجباري بيبدا من العربيه الربع نقل 250 جنيه في السنه، العربيه الكبيره شويه بتوصل ل 400 جنيه في السنه. دي تختلف من نوع العربيه لعربيه. من العربيه ده في النقل التقيل بيعدي ال 1000 سنويا. المشكله ان التامين الكبير ده نفسه بيروح لشركات قطاع خاص، يعني لو الدوله مستفيده منه مفيش مشكله ندفع، لكن الدوله مش مستفيده منه، الدوله بتحصله او بتجبرنا ان احنا ندفعه لشركات قطاع خاص، ما بتديناش بيه اي خدمه، الشركات دي ما بتديناش اي خدمه. حتى لو حد عمل حادثه في اساليب قانونيه كتير قوي يطلعوا بيها ويطلعوا الانسان فينا، هو اللي مخطئ وهو اللي يتحمل. يعني بنخاف صراحه، بنخاف نروح نلجا لشركات التامين ده في الاخر تدفعنا احنا غرامه. تمام. على اساس ان احنا المخطئين، دي اول نقطه. فاحنا بنطالب اولا التامين الاجباري ده حاجه من الاثنين، لا يبقى اختياري او يتلغي خالص. انا لو عملت حادثه انا اللي مسؤول، انا اللي مسؤول ان انا اعوض اللي انا عملت معاه الحادثه او الراكب اللي معايا، لان التامين الاجباري ده ما بيشملنيش، لا ده بيشمل الراكب اللي معايا في العربيه بس. يعني بند كده في التامين بيقول كده، هذا التامين لا يسري الا على الراكب اثناء وجوده بالسياره او النزول منها او الركوب اليها. يعني انا اعمل تامين اجباري وساعه ما يحصل حادثه عربيتي تتكسر انا اموت، انا اروح في 60 دقيقه، انما الراكب هو ياخد حقه، ومع ذلك الراكب ما بياخدش حقه.